بسم الله الرحمن الرحيم مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير آيس ولا قانط آئبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا طيبني الله مما رجوت وما أملت في زيارتكما إنه قريب مجيب اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سميع الله لمن دعا
يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصل ما إذ أصل الليل والنهار واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي للإجابة غير آيس ولا قانط آئبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله إلا بالله يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله مما رجوت وما إنه قريب مجيب اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين